بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق خاتم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالنسبة للجامع مجيد بك، تعتبر من المساجد أو الجوامع القديمة الأثرية في محافظة ديالى ومنطقة مدينة خانقين. هناك مساجد أثرية قديمة قدم أكثر من 200 سنة، ولكن المسجد الذي بقى على حاله كآثار من ضمن مدينة خانقين جامع مجيد بيك. تم بناء هذا المسجد الأثري في سنة 1901، فيكون هذا المسجد من المساجد القديمة من بمنارته القديمة والقبة وبنائه من الجدران بالشكل أقواس. وكذلك يتكون هذا المسجد من الحرم الكبير، وكذلك من غرفتين، غرفة للإمام خطيب وغرفة للمؤذنين والقراء، وكذلك غرفة للمخزن فيها حاجات المسجد. وتكون مساحته بالحرم يعني الداخلي للمصلى ب 14 مترا الى في 9 امتار تقريبا الى 10 امتار، فتقريبا ب 300 متر مربع تقريبا. ويكون فيها من المناره وكذلك من القبه الاثريه، وفيها بناؤه شكل أقواس في العهد العثماني، وكان تدرس فيها مدرسة دينية، وتخرج فيها كثير من العلماء والطلاب الدين وطلبة العلم، وفي دورات القرآن كذلك تعليم القرآن والفقه من قبل العلماء أمثال والدي الشيخ عارف يحيى، كان يدرس كثير من الطلاب والمدرسين عنده في اللغة وكذلك في قراءة القرآن. تواجهت هنا بسنة 80، كنت طفل 10 سنين كان عمري. تواجهت هنا ذاك الوقت كان الشيخ ملا عارف هنا، ومن وجهاء المنطقة رجال كبار الشيوخ والملايين كانوا هنا يجلسون. من جيت هنا أصلي تعرفت على ذني الكبار، هم بعدين حتى كنا نخدم الجامعة همينا نوبات مثلا غسل أي شيء يوصونا، وحتى النوبات يصير مشاكل بالمنطقة ينحل منا. الشيوخ كانوا جالسين، المشاكل ما كان يوصل للمحكمة أو الشرطة منا ينحل كان المشكلة. من ذاك الوقت يعني حتى الرياجيل لو كان مثلا الشيخ ما كان موجود الجماعة يمشوا أمور الجامع يعني، وهذا جامع قديم ونرتاح له نرتاح له يعني. حتى يعني صلاة الصبح الظهر عصر خمس أوقات أنا أجي هنا ما أتحمل أصلي بالبيت يعني نوبات أرتاح منها، يعني نوبات أحب أنام هنا يعني مو بس أنا، الجماعة كل يعني، والجامع يعني قديم ومريح شيء أثري هنا بخانقين نرتاح له يعني، نشوفه مثل شلون تقول واحد مثل مكان الآباء أجدادك نحبه هيك هاي المكان نقدره. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إخواني بالنسبة لهذه المسجد هذه التاريخ أنا أتذكر به 1901 هذه المسجد انبنى، والرواد المسجد اللي أتذكر بها كان ملا عارف أتذكر، وأتذكر حجي شوكت ولد موجودين حاليا محمود وأحمد ومحمد وطاها، هؤلاء كانوا ساكنين في هذه المنطقة منطقة عبد الله بيك. أنا عمري 62 سنة انولدت بهذه المنطقة منطقة عبد الله بيك هذه. أتذكر أنا مع أبي كان عمري 6 سنوات أأتي كل جمعة إلى المسجد، يعني أعرف التفاصيل عن هذه المسجد، مسجد قديم ورواد كانوا ملا عزيز الله يرحمه كان مؤذن هذه الجامع الله يرحمه، وهذا الجامع تأسس هذا التأسيس وبناء قديم، ورواد موجودين كانوا في هذا المسجد، والحمد لله الآن بيد شيخ عزيز كاك آزاد الله يحفظه ويخليه، ومستمر مكان أبو الله يرحمه كان ملا عارف كان معروف إمام جامع خطيب، وهسه الآن هو شيخ آزاد هو جامع خطيب هذه المسجد مسجد مجيد بيك الله يحفظه ويطول بعمره. نحن وجماعة من رواد الجامع نأتي إلى هنا لإداء صلاة الفجر، والحاج ديار يؤذن فينا، وأستاذ علي وأستاذ حربي وكريم الحاج حميد وأنا والشيخ آزاد كلنا نحضر في صلاة الفجر، وكذلك في صلاة الجمعة نقرأ القرآن ونؤذن في هذا الجامع اعتزازا به إنه جامع أثري وقديم. والأستاذ عمر كما ذكره من قبلي يأتي من منطقة بعيدة من ضواحي خانقين إلى هذا الجامع ليؤذن ويؤمن فينا إذا كان الشيخ آزاد ما موجود. وأنا مرات إذا سافر الشيخ آزاد إلى مناطق خارج خانقين أنا أؤمن جماعة صلاة الفجر وصلاة العشاء، ونقرأ القرآن الكريم والصلوات وندعو للجميع الخير والسعادة. وهذا الجامع قديماً كان يحل فيها مشاكل عائلية ومشاكل اجتماعية، قديماً كان المحاكم غير موجود، وإذا موجودة الناس لا يراجعون فيها، وهذا الجامع جامع أثري قديم. نرجو من الله الذين أن يساعدونا في ترميمه وكذلك احتياجات الجامع. أول ما كان خطيبا الشيخ معروف القرداغي في هذا المسجد، جد والد الشيخ علي القرداغي مؤسس جامع علي القرداغي في منطقة المزرعة، والتي سميت من بعدها باسم جامع الهداية في المزرعة. وكذلك أتى بعده ابنه صالح، ومن بعده في الأربعينات كان أحد العلماء ملا أحمد، ومن بعده في أوائل الستينات والدي شيخ عارف يحيى عبد العزيز، كان لحد إلى مدة تقريبا 25 سنة أو
أقل، لحد سنة 1983 أو 84 فكان هناك حجي أكرم يقوم بواجب الإمامة وأحياناً خطابة، إلى بعده شيخ عبد الكريم أبو خالد، ومن بعده مدة من الزمن أستاذ كان مدرس شيخ مهداوي. وبالبداية 2010 أو 2002 بدأت أنا أقوم بهذا الواجب، واجب الإمامة والخطابة في هذا المسجد. أنا أتذكر هل التذكار هذه المسجد الحمد لله رب العالمين تكون من كل النواحي، ونحن منطقتنا بالذات متكونين من ثلاث أشياء، يعني احنا لا يوجد بنا هنا بهذه المنطقه فرق، لا عرب ولا كرد ولا تركمان ولا شيعه ولا سنه، كل ياتي الى هذه المسجد، اذا سني اذا شيعي اذا اي مذاهب ياتي الى هذه المسجد. هذا المسجد يبناها وتاسس بها علماء الدين العارفين في ذاك الوقت. والله انا اعرف هذه المعلومه، اتذكر بها انا كنت 6 سنوات عمري أأتي مع حجي نصر الدين أبي حجي نصر الدين، الحمد لله وبقيت أستمر على هذه استمريت على هذه النهج، نهج الله سبحانه عز وجل، وإن شاء الله أني أكون بخدمة كل المساجد أأذن بي وأقرأ بي قرآن وأهدي هذه لله سبحانه عز وجل. والله سبحانه عز وجل هو خلقنا للعبادة. قمنا بخطوات لتعمير وترميم هذا المسجد، لأنه كان على الشكل القديم من الطراز القديم، وحافظنا على الآثار والطراز والشكل القديم من الآثار، وتم تعميره وصيانة بعض الجدران والشقوق، والذي من بعدها من أثر الزلزال الذي ضرب قبل سنوات مدينة خانقين فأثر على في المنارة وأجزاء من الجدران، فاضطرينا أن ترميم وتنقيب في البياض ولبغ بعض الجدران وتعمير المنارة جزئيا، لأن هناك كان وعدونا من دائرة الآثار زارونا دائرة الآثار العراقي وقرميان كردستان، ووعدونا على من أثر الزلزال على التعمير وأن لا نأخذ أي إجراء إلا بعلمهم، ولكن لم يأتوننا لمدة 4 أو 5 سنوات أو أكثر من 2014 إلى 2015. وفي هذا المسجد كما كان هناك دروس دينية وفقهية وتعليم القرآن والتجويد، ولا زال مستمرين نحن والحمد لله على خطى والدنا الشيخ عارف يحيى رحمه الله في تعليم القرآن الكريم والتجويد وكذلك الفقه. كان واحد عالم الشيخ محمد الشميراني، ملا محمد كان يسموه عالم، كان عالم أتذكره هنا، وملا أحمد أبو يعقوب كان يكتب عريضة، هذول كانوا يعني يتبرعون يجون هنا. حجي جمعة كان سموه خالو جمعة، رجال كبير هذا أني أذكرهم، وعدم ملا عارف والشيخ كريم كان 24 ساعة هذول هنا، ما يعني قليل يطلعون برا. وهذا بناء مجيد بيك في حينه يعني، وواحد من المعروفين يعني في المنطقة يعني، مجيد بيك يعني مجيد بيك كان ملاك وكان يعني صاحب سلطة يعني في خانقين ومعروف يعني، وبقى له بس هذا الجامع، والبقية كان يملك تقريبا أكثر من 40 مفتاح، عندما توفى خلفها لابنه ما بقى غير هذا الجامع، وهذا الجامع إن شاء الله يبقى ويذكر فيها اسم الله ويخدم المنطقة ويخدم القرآن ويخدم
الإسلام إن شاء الله بشكل صحيح يعني، وإحنا مرتاحين به الحمد لله، ودائما يعني المسجد عامر يعني في أوقات صلاة، في صلاة الفجر إلى صلاة العشاء ناس يجون يعني، وملتقى يعني على داخل خانقين يعني، أبوابه مفتوحة إن شاء الله للكل يعني. وكان من الرواة ما تذكروا يأتينا إلى هذا المسجد ملا أحمد أردحالشي، كان من رواة المسجد في السبعينات والثمانينات، وكذلك حجي شوكة أبو أحمد، وكذلك كان مؤذن هنا أكثر من أو 20 سنة أكثر، درويش درويش عزيز دلو من أهل فلكانة، أتى إلى من القرية إلى هذا المسجد، وتم تعيينه من قبل والدي تكليفا في المسجد للأذان وخادم ومؤذن كذلك. وكان في وقته هذا المسجد الأثري له دور كبير في توعية الناس، وكذلك تقام فيه الخمس صلوات والجمع، وكذلك الأعياد والمناسبات. المناسبات كالمولد النبوي تقام فيه كل سنة، في كل يوم ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم يقام فيه الاحتفال بمولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما أسلفنا هناك كان يدرس عند والدي، وتخرجوا كثير من ما درسوا عند الوالد من طلاب أو كان تحت يديه، من صالح باجلان كان من مقرئ القرآن المصور صالح باجلان، وكذلك حسين باجلان أخو حسن باجلان، وكذلك أخ عبد الرحمن دلو. هؤلاء كانوا من رواد وطلبة العلم في هذا المسجد في السبعينات والثمانينات. كنا أطفال يعلمونا هنا صلاة وقرآن جزء عما، كنا أطفال حوالي مثلا فوق 60-70 أطفال، نوبات نضحك هم يعلمونا، يقول ما بيصير تضحكون، ينصحونا يعني. كان عندنا هواية ذكريات هنا، وأنا أناشد من طريق قناتكم بلكي صوتي يوصل الأهل الخيرين، جامع يحتاج ترهيم خاصة مثلا كل جامع بخانقين بها السيراميك، قاع ما بي سيراميك، والمنارة جاي شوفها من صار الزلزال شوية أثر بي وهذا التراث يعني حيف أي تراث يعني يروح يجي بلاش، لازم التعمير رايت ترهيم. هو طبيعي يعني كل المساجد يعني اللي يعرفون بأنه بالمنطقة أكو ناس فقراء يعني ساعدوهم، والصالحين والأتقياء هم ساهموا في بناء وترميم الجامع، وتعاون موجود الحمد لله. هذا صفة أهل الإيمان يعني، المسلم المؤمن لازم يكون يعني يحسب حساب الآخرين
مو بس يجي مجرد يصلي ويطلع، يساهم في بناء، يعمر مساجد الله بالذكر، بالتقوى، بالحسنات، بالخيرات، يعني بكل الوسائل الممكنة يعني اللي يقدر عليه يعني سام. هسه احنا يم جامع مجيد باك، هذا الباب الرئيسي مال الجامع كان من بدايتها، بس مبدلين الجامع، قبل كان الباب خشب. وشوفوا تاريخ بناء ماله سنة 1901. المدخل الرئيسي كان من هاي المحلة. تشوف هسه هاي البناية، هاي النقوشات كلها عثمانية. ما مبدلين منها كل شيء، نفس على الطراز القديم ماله باقي، بس مجرد هالبياض. كل شيء مبدل منها. ندخل ها الحوش، هذا الحوش كان كله قاعية مالت الطابوق السلطاني. احنا يا بالحرام كان اكو هنا يا محفل مال مؤذن والقارئ القرآن، وكان درج هنا منا ينطب جوا، كان هذا مفتوح منا يا يطب الدرج منا ويطلع يصعد فوق، هذا كان مفتوح كله يصعد نصعد فوق منا يا. ونفس الشيء هنا، نفس ما مبدل منه، نفس القديم الباقي لحد الان اليوم. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله فاتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هناك اثار قديمه، اذا كان لكم ان تصوروه، من هذا الأقواس وهذا الأشكال والزخرفة ما لم يوجد الآن، يعني اختفى هذه الزخرفة وهذه الأقواس، لأنه كانت من ضمن التراث القديم، يعني الأقواس يتم بناؤه من قبل بنائين اختصاصيين، يتم الشكل البناء بالأقواس بالطابوق، وكما ترون هذا المنارة من صورته والقبة الفوقنا، هذه القبة تم بناؤه وتجديده لأن تم من أثر يعني الزلزال، وكذلك وقع القبة القديمة وأنشأنا مكانه قبة نوع ما تصلح قريب على الوجه التراثي القديم تشبيه يعني شبيها، ولكن كم كان بناؤه وتعميره من قبل فاروق بنا الله يرحمه الى رحمه الله، كان بناء يعني ماهرا واستطاع ان يخرج بهذا البناء بهذا الشكل القبه كما كانه من الاثار القديمه، وهي جديد على هذا المسجد، ولكن المناره بقى على أثره. وكما أسلفنا إن المنارة تأذت من قبل وذلك بجراء الزلازل هزات الأرضية، صار بها شقوق، أصبح شقوق، ولكن قمنا بمجرد بتعمير الشقوق مؤقتا لحين أن يأتي دائرة الأوقاف أو دائرة الآثار في ديالة أو مكان، حيث وعدونا قبل السنين، قبل 2000 تقريبا 2015 أو 14 أتى وفد أو لجنة من الأوقاف لغرض معرفة مدى تأثر وأضرار المسجد من جراء الزلزال،
وقمنا وقدمنا لهم كشف كامل عن المنارة والجدران بالمسجد، ووعدونا ولم يوفوا بوعدهم ولم نرى منهم شيء. نود وعن طريق الإعلام أن يكون لهم علم دائرة الأوقاف وكذلك دائرة الآثار في ديالة على مدى أهمية هذه المناطق الأثرية في منطقتنا في خانقين، وبالأخص جامع الوحيد الذي بقى على شكل هذا الشكل بهذا الشكل الأثري إن شاء الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق خاتم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.